الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله موعدنا اليوم مع الدرس السابع من دروس شرح كتاب التوحيد، والذي هو كما قلنا كتاب مختص في شرح كلمة لا إله إلا الله وشرح معنى التوحيد والشرك. وفي الدرس السابق تحدثنا عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا أن الشهادة، كلمة شهادة وأشهد، لها ثلاث معاني: علم وإعلام، علم وإعلام وحضور. يعني إذا الإنسان يشهد على واقع معين يجب أنه يعلم هذه الواقعة ويعلم بها عشان تسميت شهادة، لأنه سيعلن بها ويعلم الناس فيها. والثالث أنه حضر هذه الحادثة. فثلاثة أمور مأخوذة من الشهادة، فيجب أن تعلم كلمة لا إله إلا الله وتعلن بها وتستحضر معانيها. ولهذا المنسان منا يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعلم هذه الكلمة، إذن فليس بشاهد على الحقيقة. حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، هو يعني يقول كلاما في الهواء طالما لا يتعلم هذه الكلمة ولا يعرف معناها، لأنه كل الشهادة معناها العلم. فإذا كان لا يعلم إذن هو غير شاهد، شهادته باطلة. لهذا قالوا من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، من شروط قبولها وشروط إن الإنسان يعتبر مسلم فيها أن يقولها وهو يعلم معناها. وهو قال بعد ما ذكرنا معنى لا إله إلا الله منها لا معبود حق إلا الله، ذكر التفاصيل في الدرس السابق، قال هذا الباب كل الأبواب اللي بعده ستندرج تحت معنى لا إله إلا الله. الباب سنأخذ في هذا الدرس بابين لأنه متعلقات في نفس المعنى. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. في ناس بيلبس حلقة تنسال، لبس الحلقة أو خيط أو نحو ذلك من خيط نحاسي أو مش عارف إيش، مش هو نيته يعني، إما إذا هو في ابتلاء عشان يرفع هذا البلاء، أو إذا هو مش في ابتلاء بعافي عشان يدفع البلاء المتوقع. فمشان مثلا يدفع العين مثلا، أو يدفع على سنيجي عباب التمائم. فهذا نتحدث عن لبس الحلقة والخيط. طب هذه من الشرك؟ من أي جهة؟ فيها نوعين من الشرك، إما أن يكون اللي يعلق هذه الشغلة خيط معين ويعتقد أن هذه الخيط أو الحبل أو الحب الزركة أو إذا هذه يعتقد إن هي سبب من أسباب دفع العين أو دفع البلاء أو رفعه، هذا شرك أصغر. ليش؟ هو كأنه من اللي بيحط الأسباب؟ رب العالمين. كأنه لما هو ادعى أنه هذه سبب لدفع العين أو رفع العين، كأنه هو كأنه مشارك مع ربنا في وضع الأسباب. فلهذا سميت شرك أصغر غير مخرج من الملة، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. هذا إشي مش سبب لدفع البلاء. مثلا إحنا بنعرف إنه خلال التجارب أو خلال الطب الدواء المعين هذا بيساعد في العلاج من المرض الفلاني، هذا مثبت وعلاج مباشر زي ما يسموه. بينما هل العين ثبت إنه مثلا هي تدفع العين ولا تجلب الخير أو تدفع الضر؟ لا. ولهذا هو جعلها سببا، هذا الإنسان هو جعلها سببا، كأنه يشارك ربنا في وضع الأسباب. ولهذا كانت شركا أصغر. وأنت بتصير شرك أكبر لما يعتقد أنه هي بنفسها هي اللي بتنفع ولا تضر من دون الله. في ناس وصل معهم هذا الأمر. ولهذا دائما الشرك الأصغر هو بوابة ومدخل للشرك الأكبر، وهذا اللي اعتقد ذلك خرج من الدين، خرج من الدين ولا ينفعه أنه يقول لا إله إلا الله حينئذ. فاللي بيعلق تميمي أو بيعلق خرز زركة أو حبل أو خيط وبيعتقد أنه هي نفسها تنفع وتضر من دون الله، فعلى الدنيا السلام، ضيع إسلامه. طب شو الدليل؟ قوله تعالى سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم جاءت الآية، يعني هم مقررين كفار قريش بأنه اللي خلق السماوات والأرض مين؟ الله، خالق السماوات والأرض رب العالمين. طب ليش في شرك؟ ليش تعبدوا الأصنام؟ فقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أفرأيتم لما تيجي الفاء في اللغة أفرأيت مثلا، اعرف انه بده يربط المعنى السابق بالمعنى اللاحق، هذا احدى الاساليب اللغويه. يعني بما انكم تعتقدون بانه الله عز وجل هو خالق السماوات والارض، انتم معتقدين بذلك، طيب هذه الاصنام
التي تدعونها من دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هذه الأصنام اللي بتعبدوها، أو حملت أيضا على نفس معنى الرقى والتمائم والشركيات، هذه هل هذه تدفع ضر الله عز وجل أراده؟ فيش ممكن يغلب الله عز وجل؟ ربنا أراد أن يبتلي الإنسان ببلاء، فيش ممكن يمنع هذا البلاء؟ إيش لست رب العالمين اللي خلق البلاء، هو قادر على رفعه. بينما أصنامكم وأوثانكم والرقى والتمائم والحلقات هذه هل تدفع ضر الله عز وجل؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ ظني منع رحمة رب عني؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهنا بيجي التوكل، أنت بتعتمد على مين؟ على رب العالمين. تتوكل على مين؟ قلبك متعلق بمين؟ بهذه الرقى والتمائم، ولا قلبك متعلق بالله؟ هنا بيجي معنى لا إله إلا الله، لأنه أنت لا إله لا معبود، أنت بتعبد مين؟ توكل عبادي. توكل نوع وأحد أنواع العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي التوكل على الله عز وجل. إياك نعبد إياك نستعين، فقط الله عز وجل هو الذي يتوكل عليه ويعتمد عليه. أما التوكل على غيره والاعتماد على غيره فهذا من الشرك. ولهذا هذه الآية، وزي في عندنا قاعدة، كل الآيات اللي بتتحدث عن الشرك الأكبر يمكن الاستدلال فيها على الشرك الأصغر، هذه قاعدة، ورحنا سوف نرى تطبيقا للصحابة على هذه القاعدة، إنهم استعملوا الآيات اللي نزلت في الشرك الأكبر استعملوها في مسائل تتعلق بالشرك الأصغر، لأنه كل نوع نفس نوع الشرك ولكن بيختلف من ناحية الدرجات. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من نحاس، رأى في يده حلقة من صفر. هسا إذا أنت شفت واحد حاطط سنسال حلقة وسألت شو هذا، هل أنت قصدك تسأل عن شو نوعيته مثلا؟ لا، لأنك عارف أنه حلقة من نحاس بيدي مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هذه؟ فقال من الواهنة. مش هنفهم الحديث، النبي ما سأله من يعني ما هذه، يعني شو نوعها، نايك ولا مش عارف شو، لا ما سألش عن النوع. النبي فاهم انه هاي حلقة من صفر او من نحاس او حلقة، فاهم نوعها، بس قال له ما هذه، يعني ليش هاي المعنى، ليش حاططها؟ قال من الواهنة. الواهنة هو وجع بصيب العظام، عظام وال شو اسمه في الذراع او في المفاصل وغير ذلك. فقال من الواهنة شو يعني، انا حطيته عشان هذه تشفي لي ايدي. والعجيب راوي الحديث مين؟ عمران بن حسين، صحابي جليل. ولما قال أن النبي رأى رجلا في يده حلقة، الرجل هذا هو نفسه عمران بن حسين، لم يرد أنه يذكر نفسه لكن ذكر في روايات أخرى، فهو أبهم نفسه من باب أنه يعلمك، فهو سبحان الله أراد أنه يعني يقول لك شو الرسول عمل معه، مع عمران نفسه. فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها، وهذا فيه أمر، هذا فيه دلالة على أن الإنسان المسلم يجب أن ينكر المنكر ويزيله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لازم ينكر، لازم ينكر المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يستعمل كل الأمور، زي حديث الرجل اللي كان لابس خاتم من ذهب، أخذه النبي ونزعه وألقاه على الأرض، هذا غير المنكر وإيش؟ بإيده صلى الله عليه وسلم. وهان غيروا بلسانه، قالوا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. شو يعني لا تزيدك إلا وهنا؟ هل هي نفسها رح تزيد وهن؟ ما إحنا من الأول قاعدين بنقول إنه هي مش سبب، لا بتنفع ولا بتضر، فكيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم فما تزيدك إلا وهنا؟ هذا قصده مش هي، وإنما أنت لما تعلق قلبك فيها رح تحس إنه إذا أنت نزعتها خلاص إيدك رح تظل وجع فيها، فهي رح تزيدك تعلقك فيها رح يزيدك وهن، أو ما يزيدك إلا وهن يوم القيامة، لأنه هذا من الشرك، والشرك أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهسا نجيب دليل على ذلك. شو يعني أكبر من الكبائر؟ كبائر الزنا، قذف المحصنات، شرب الخمر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر من ناحية الإثم، إثمه أكبر. لا، هو كان من الواهنة، ومنها من السببية، يعني أنا حطيتها بسبب الواهن عشان تشفيني، فهو أراد أنه مش أنه أعتقد أنه هي تنفع وتضر من دون الله، وإنما أعتقد أنها سبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له. شوف كديش النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على هذه الأمور. لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في زماننا وعمل هذا العمل، شو بيقوله؟ يا الدين واسع وإنتوا جايين تعقدوها وإنتوا هذه الأمور، هذه
بجوز تلك بسيطة، مجرد خيط، مجرد خرز زركة، بس هذه بتتعلق بعقيدتك ودينك. مشان تفهم المثال العقيدي بالضبط زي موضوع القلب. هسا أنت لو انجرحت في إيدك جرح صغير، جرح هيك سنتي بالضبط بإيدك، هان شو بصير فيها؟ ولا شيء، بتحط عليها بلاستر بتطيب، الحمد لله بتطيب ثاني يوم. نفس الجرح بنفس العمق بنفس الكمية بنفس المقدار، لو صاب القلب شو بصير؟ بدك عمليات، لأنه هذا الجرح لو جرحته بإيدك مش مشكلة بطيب، بس الجرح في القلب بدك عمليات. فالجرح في العقيدي مش زي الجرح في الأخلاق مثلا، ولا زي الجرح في المعاملات. يعني الخطأ اللي في العقيدي مش زي الخطأ في غيرها من الأفعال، فلهذا السبب يشدد في العقيدي أكثر. يعني هذا مش من التعقيد، بل هذا حماية للقلب من أنه يتعلق بغير الله عز وجل، لأنه هذا ذريعة على الشرك. وهل عبدت الأصنام إلا بسبب الهبل؟ هذا من التفاهة. يعني لما صنع صنم وسماه باسم وصار يدعوه من دون الله ويطلب منه الشفاعة عند الله ويتقرب إلى الله من خلال هذا الصنم، طب هذا من بدأ؟ من هالأمور اعتقد أنه هذا الصنم سبب من أسباب دفع الضر ورفع البلاء وغير ذلك. فإذا فالواحد بيمنع وبيقطع الطريق من أوله سدا لذريعة الشرك. فقال انزعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك تكملت الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. هذا دليل على أن الشرك محبط للعمل، وهذا الأمر قد يحبط عمل الإنسان ولا يؤجر على أعماله. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، لما يقال مرفوعا يعني عقبة بن عامر بيرفعه عن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المرفوع ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف ما رواه الصحابي، يعني كلام الصحابي نفسه، والحديث المقطوع ما رواه التابعي. ده بتقرأوها في الكتب مشان تبقوا فاهمين، المرفوع ما رواه النبي، والموقوف ما رواه الصحابي، والمقطوع مش المنقطع، المقطوع ما رواه التابعي. إذن قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق مش زي من علق، هذا قصد تعلق القلب، أي من علق قلبه بتميمة زي هذا الخرز الزركة والبوت اللي بيحط بيحطوه ورا السيارة كان مشان يشكع العين، كان هذا بسيط له لحم النار، هذا كله نفس تمائم، كله تمائم من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذه واحدة من ثنتين، إما أن النبي بيدعي عليه فلا أتم الله له، يعني إن شاء الله ما عمره ما تم له أمر، هذا المعنى كأن الرسول دعا عليه، وهذا دليل على قديش قبح الفعل. أو فلا أتم الله له إنه لن يفلح ولن ينجح، زي حديث ما أفلحت أبدا. ومن تعلق ودعة، والودعة هي حجارة كانوا يستخرجوها من البحر بيعملوا منها سنسال هيك، وكل لك هذا بيبدع بيبعد العين ومش هكذا، فلا ودع الله له، يعني معنى إنه إن شاء الله ربنا بيتركه ويخليه. ولهذا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. يعني خلي هذا اللي انت شركت فيه معي خليه ينفعك ويضره. الله عز وجل يتعامل مع العبودية كأنه حق خالص له، ممنوع أحد يشارك ربنا في هذا الحق، ولو أنك أنت تنسب هذا الإشي لحدا غير الله عز وجل. ولهذا هذا يعتبر من أظلم الظلم، بل يعتبر مسبة لله عز وجل، راح يجي معنا إن شاء الله في أحاديث. في رواية من تعلق تميمة للنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، الحمى اللي هي السخوني صح؟ طب خيط من الحمى، في خيط من السخوني؟ لا، أنا من السببية اللي قبل شوية قلناها، هو حط خيط من الحمى أي عشان هذا الخيط يدفع الحمى ويدفع السخوني. يعني فرأى رجلا وضع في يده خيط من الحمى أي عشان يحمي نفسه من السخونة، فقطعه من هذا حذيفة من اليمن، راح قطع له إياه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في إيش؟ نزلت في المشركين نفسهم اللي كانوا يعتقدوا أنه ربنا خالق السماوات والأرض، بس هم بيشركوا مع الله في العبادة، هم بيعتقدوا أنه ربنا الخالق بس هم بيعبدوا مين؟ بيعبدوا الأصنام، كلك بتقربنا لربنا. هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية نزلت في الشرك الأصغر ولا الأكبر؟ الأكبر، نزلت في الشرك الأكبر. طيب حملها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على الشرك الأصغر، وهذا اللي قلنا أنه كل آية
ذكر فيها الشرك الأكبر فيجوز حملها على الشرك الأصغر لأنه من نفس النوع. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا أيضا في تغيير المنكر بإيش؟ باللسان ولا باليد؟ باليد. شوفوا قوة قلب الصحابة رضي الله عنهم، فيش عندهم مزح، دين دين، العقيدة فيها مزح، لا كل شيخ فلان والشيخ علان لا، في دين، في قال الله، في قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور فيش فيها مزح. الباب اللي بعده على السريع نأخذه في صحيح باب ما جاء في الرقى والتمائم، نفس المعنى ولكن هو هنا حط الخطان وهنا يجي على الرقى والتمائم اللي هي تشمل معنى تعليق الآيات القرآنية بالضبط، سنتحدث عنها. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، رسول راح سفر، فأرسل رسول النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا من عنده أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعه، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعه. بهذا المعنى يعني في ناس زي ما بنعمل إحنا مع حالنا بنعلق مثلا شغلات، هم بيعملوا مع الدابة زي ما إحنا بنعمل برضو مع السيارات، فهم برضو بقوا يحطوا على البعير أو الدابة هذه الخرزة أو هذه التمائم والرقى بدفع بهدف دفع العين. واحد معه مثلا ناقة حلوة جميلة من ناقة حمراء زي المرسيدس اليوم تعرف، بده يدفع العين عنها شو بيعمل؟ راح علق له شغلة عليها. فقال صلى الله عليه وسلم انه لا اود بهذه الرساله لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت، اقطعها فيش يعني. برضه قديش النبي عليه الصلاه والسلام حريص على رعيته، حريص على عقيده الناس، ولهذا الصحابه نجحوا لانه ظل النبي عليه الصلاه والسلام محافظ على معنى لا اله الا الله ولو في هذه الابواب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى قد تحمل على موضوع الكتابات، هذا واحد بيكتب شغل مش عارف إيش بلزقها بحط شوية حبر على خطام عليها كل لك هذه بتحميني، هذه الرقى. والتمائم اللي هي التميمة زي الخرز الزرقاء وغير ذلك، والتولة الخواتم اللي بقوا زمان أو الأشياء اللي استعملوها إنه إذا لبسها الرجل سيبقى محبوبا لزوجته وإذا نزعها بتخربط، زي بالضبط تقريبا إيش موضوع الدبلات. إذا اعتقد الناس إنه هذه الدبلي أو الخاتم تبع الزواج إنه إذا حطها معناته بيحبها وإذا كامها معناته هو بيحبهاش مش عارف هذه الأمور، وصل لموضوع الشرك اللي هي هذه من نوع التولة واللي كانت تستعملها العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إيش شرك، لأنها جعل ما ليس بسبب سببا. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. شو أنت بدك إياه يخلي يحميك يلا يعني بتفسكل العلاقة، خلي الخاتم ينفع، خلي الخاتم يرجعكم لبعض، فمن تعلق شيئا وكل إليه. هنا بيفسر قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف أي من الصحابة، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. الدليل اللي بيرخصوا في تعليق الآيات القرآنية سواء بالسيارة أو على الرقبة أو كذا، الدليل اللي قالوا أنه جائز قال لك لأن الله عز وجل قال أن القرآن فيه شفاء، بس ما حدد شو نوعية الشفاء، احتمال ربنا يشفي، أنه إحنا بنعلقها عشان ربنا يشفي، هذا قول الأول. قول الثاني يقول لك لا، ورد في صفة الشفاء أنك تدفل على يديك وتقرأ القرآن وتمسح على موضع الألم، هذا نوع من أنواع التداوي في القرآن، هذا هو الوجه الصحيح. أما تعليقها فلم يثبت في ذلك دليل، إذن فلا يجوز. لهذا ابن مسعود كان يرى عدم جواز تعليق الآيات بدفع بنية دفع البلاء ورفع البلاء وغير ذلك، والعلماء اللي زالوا مختلفين في ذلك، والأولى تركه لأنه الناس اليوم عقيدتها يدوم سلجي يعني على الإسلام، إذا بتفتح لهم المجال بصير فتشر أنه الآية الكرسي هذه المعلقة على مراية السيارة هي اللي حامي السيارة، وممكن يوصل أنه يعتقد أنه هي نفسها الآيات هي اللي بتدفع وتضر من دون الله، وبهذا الحال يصل إلى موضوع الشرك الأكبر. لا، الآيات صح كلام الله عز وجل، بس هذه الآيات هي نفسها بنفسها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله عز وجل. مين اللي جعلها سبب للشفاء؟ رب العالمين. مين اللي قادر أن ينزع هذا السبب عنها؟ رب العالمين. إذا فليش ما تسأل ربنا أو تستعمل الآيات بنفس الطريقة اللي استعملوها فيها الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لاستعمال التفل والمسح، الصفة توقفية، فلهذا الأولى عدم ذلك. التفل اللي هو البزاق من دون ريق أو ريق خفيف، نفس البزاق هذا هي التفل، تطلع ريح خفيف مع بره تقرأ القرآن عليه وتمسح. قيل إنه بتقرأ في البداية ثم تتفل،
أو العكس، والثنتين صحيحات، والأولى أنك تقرأ ثم تتفل. ليش؟ التفل بيطلع بعد قراءتك للقرآن، فهذه هي نوع من أنواع بركة التداوي في القرآن. إذن والرقى هذه التمائم، والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية، اللي هي زي مثلا الاسترقاء بالقرآن، وهذا جائز. والتولة هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. معنى حديث قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لرويفع: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، شوفوا الهنود بيعملوها، بحط لك هنا حلقة على اللحية، حلقة زي خاتم على اللحية، من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة، ممكن تبرك في رجيع دابة مش زي هيك، فإن أو عظم دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. دليل على أنه هذا الأمر يعني في شيء مزح، أن محمد بريء منه، ودليل على أنه قد يصل إلى الشرك الأكبر. وعن سعيد بن جبير من التابعين قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. يعني أجر أنك تقطع تميمة من إنسان زي ما عمل حذيفة قطعها من إيده، هذا كعدل رقبة، كأنك يعني رحت دفعت وأعطقت إنسان يعني كان أسيرا عند أحد المسلمين أو عند أحد الكفار، عتق الرقاب معروف. فانت اذا ليش كلك قطعته؟ لانك انت لما قطعت منه هذه الوتر انت نجيته من الشرك ورجعته للتوحيد، فكانك احييته من جديد، لانه ذكر معنى الحياه والموت في معنى الايمان، او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني بالاسلام، نورا بالاسلام، فانت كانك احييته من جديد، فانك كانك اعتقته من النار فصار من المسلمين. وعن عن ابراهيم يعني او ابن يزيد النخعي، ابراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أغلبهم كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله بحق وصدق وعلم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.